مجموعة أشخاص يعملون مشتركين في جمعية يجمعون مبلغا من المال أول بداية كل شهر، وكل شهر يأخذ هذه الجمعية شخص، ففي نهاية العام إذا اجتمع هذا المبلغ عند شخص هل يجوز له أن يخرج عليه الزكاة علما بأنه يبلغ النصاب ولكن لم يتم عليه الحول؟ أنا لا أرى هذه العملية أصلا، هذا قرض جر نفع، أرى لكم أن تتركون هذا العمل لأنه قرض جر نفع، كل واحد يقرض من أجل أن يقترض منهم، قرض مشروط في قرض، هذا لا يجوز. نعم.